زي ما احنا اتكلمنا مع بعض لك في الفيديو اللي فات، احنا قلنا انه الاوامر بتبدا ان هي تتحرك من عند النيوكلياي او من عند الانويه ديت اللي هي موجوده في الهايبوثالاموس، وبعدين تتحرك في تراكت اسمه الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت او هذا التراكت، تمام، هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، وبعدين تبدا ان هي توصل لك في النهايه لك للبيتيتري جلاند، سواء كان الانتيرور سواء كان البوستيرور او الانتيرور. كده كده الاوامر دي بتبدا ان هي توصل للاثنين، يعني كل من الهرمونز اللي بتطلع من هنا ومن هنا بتاخد اوامرها لك من الهايبوثالامس. طيب احنا ممكن نبدا بالاجزاء بتاعه الايه الانتيرور لوب او او الفص الايه الامامي للبيتيوتري جلاند. الجزء ده احنا بنعتبره الجزء الابعد عن اوامر او عن نيوكلياي لك بتاعه الايه الهايبوثالامس، فاحنا هنسميه البار ديستاليس او الجزء الايه الابعد. ديستال يعني ايه؟ الجزء الايه البعيد، يبقى هنسميه بار ديستاليس باعتبار ان هو ابعد جزء عن الاوامر اللي بتبقى جايه من الايه الهايبوثالامس. يبقى الاوامر مثلا بتيجي هنا وبعدين تنزل في البوستيريور لوب وبعدين تروح على الانتيرور لوب، فاخر جزء بتوصل له هو البار ايه ديستاليس. خلاص كده، يعني سكيما كده وعلامه كده. خلاص طيب، عندنا تاني جزء البارس انترميديا. انترميديا يعني في النص، في النص ما بين مين ومين؟ ما بين الانتيريور لوب وما بين البوستيريور لوب. خلاص كده طيب، في كده تيوبريكل، في كده بروز طالع من الانتيريور لوب، فنسميه بارت تيوبريكاليس، تيوبريكل او ايه او بروز كده طالع. خلاص كده، وبالمناسبه التيوبريكاليس ده بيشارك في الستوك، يبقى انا كل ده عندي الجزء ده كله اسمه الايه البيتيوتري ستوك. خلاص كده، او اسمه الانفانديبولم الاسم التاني يعني. خلاص كده طيب، فالتيوبريكاليس ده بيشارك في الايه في الستوك ده. خلاص طيب، وبعدين يبقى كده انا عندي كده انا خلصت الايه الثلاث اجزاء بتوع مين؟ بتوع الادينو هايبوفيسس او بتوع الانتيريور لوب، البار ديستاليس الجزء الابعد، البار انترميديا الجزء الاوسط، الجزء الايه البارز التيوبريكاليس. خلاص كده طيب، نشوف بقى الايه النيورو هايبوفيسس الناحيه الثانيه. نشوف الايه النيورو هايبوفيسس. النيورو هايبوفيسس بيبدا ب او البوستيريو اسمه نيورو هايبوفيسس او البوستيريو لوب اوف بيتيوتري جلاند، بيبدا بحاجه اسمها الميديان امينانس. ولما تيجي تدور على تعريف الميديان امينانس يقول لك ان الميديان امينانس هو عباره عن الانفيرور باوندري او الحد السفلي للهايبوثالامس، يعني الجزء ده اسمه الهايبوثالامس، فاحنا بنعتبر الميديان امينانس ده هو الانفيرور باوندري او الحد السفلي للهايبوثالامس، وهو يعتبر المنطقه يعتبر هو نهايه الهايبوثالامس وبدايه البيتيوتري جلاند، نهايه الهايبوثالامس وبدايه البيتيوتري ستوك، لك نهايه الهايبوثالامس وبدايه النيورو هايبوفيسس. يبقى شفت ثلاث حاجات، يبقى نهايه الهايبوثالامس وبدايه البيتيوتري ستوك او بدايه البيتيوتري جلاند بشكل عام او بدايه النيورو هايبوفيسس اللي هو البوستيريور لوب او الفص الايه الخلفي بتاع البيتيوتري جلاند. اما نيجي نتفرج بقى على الاجزاء بتاعه النيورو هايبوفيسس او البوستيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند، زي ما قلنا اول جزء اللي هو الميديان امينانس اللي هو الانفيرو باوندري بتاع الهايبوثالامس، تاني جزء اللي هو اللي بنسميه المشاركه بتاعته في الستوك او المشاركه بتاعته لك في العصايه دي. بص، كل العصايه دي اسمها البيتيوتري ستوك او اسمها الانفانديبولم، في حته منها تبع الانتيرور ايه الانتيرور لوب اسمها البارس تيوبريكاليس. خلاص كده، وفي حته ثانيه لك تبع البوستير لوب اسمها الانفانديبولار ستيم. يعني ممكن تريح دماغك خالص، ممكن تريح دماغك خالص وتعمل زي الكتاب وتقول ايه انه البيتيوتري ستوك ده او العصايه دي تعتبر هي الجزء الثاني لك في النيورو هايبوفيس. يبقى انا عندي البارت الاولاني ايه هو الميديان امينانس، طب والبارت الثاني الستوك. خلاص كده، يبقى البيتيوتري ستوك ديت او العصايه ديت ممكن نعتبرها باعتبار ان البوستير لوب يعني هو المشارك الاساسي فيها، فممكن نعتبر ان البيتيوتري ستوك ديت هي الجزء من الايه من النيورو هايبوفيسس. ثالث جزء من النيورو هايبوفيسس الجزء اللي اسمه البار نيرفوزا، البار نيرفوزا اللي هو الحته الايه اللي ورا دي. عندي ثلاث اجزاء لك في النيورو هايبوفيسس، الجزء الاولاني الميديان امينانس، الجزء الثاني الستوك او العصايه، الجزء الثالث البار نيرفوزا، الجزء الثالث اللي هو الايه البار نيرفوزا. طيب الادينو هايبوفيسس ثلاث اجزاء، الديستاليس الجزء البعيد، والانترميديا الجزء المركزي في النص ما بين الانتيور لوب والبوستير لوب، والتيوبريكاليس اللي هو البروز اللي بيبقى طالع من الايه الادينو هايبوفيسس.